ايه الفرق ما بين raise arouse rise arise؟ احنا بنتلخبط في استخدامه. بص يا سيدي، بالنسبه لوجه الشبه ما بين كلمه raise و arouse، هناخد اتنين اتنين مع بعض. raise فعل منتظم، يعني ال second conjugation التصريف الثاني والثالث اخره دي raise raised raised. وفعل transitive، يعني ايه فعل transitive؟ يعني لازم بياخد بعده object مفعول. ينطبق نفس الكلام على الverb arouse، وبرده فعل منتظم وبيجي وراه object، معنى كده انه فعل transitive. طيب نيجي على المعنى والاستخدام. بص يا سيدي، كلمة raise ليها ثلاث معاني تقدر تقولها، تيجي بمعنى يا ربي اوكي، زي raise children raise animals. بتيجي بمعنى يجمع او يجمع، زي raise money for the poor. كمان تيجي بمعنى يرفع، زي اما اقول he raised his hand he raised his voice، او traders raised the prices of the food products. raise بعديها object. اما كلمة arouse بمعنى يثير، she aroused my fear، اثارت خوفي. she aroused my doubt، شك suspicion، برضو الشك. interest الاهتمام، anger غضب، annoyance ضيق، حد بيثير عندك emotion معين. اما بالنسبة لكلمة rise وكلمة arise بيتشابهوا في الconjugations التصريفات، rise rose risen arise arose arisen، وبيتشابهوا ان الاثنين intransitive، يعني افعال ما بتاخدش بعدها مفعول. no object no object. بالنسبة للمعاني، rise rose risen، الشخص اللي كان مسؤول في raise ان هو يرفع اختفى، فالشيء بيرتفع من تلقاء نفسه، زي تشرق the sun rises from the east، زي ينهض he rose early yesterday، زي ترتفع prices الأسعار have risen sharply، ارتفعت بحدة. إنما كلمة arise arose arisen بمعنى appear suddenly، يظهر فجأة. a problem arose، المشكلة ظهرت during the exam. problems arose، المشاكل بتظهر. when ملك came، وده شباب فرق سريع ما بين الأفعال rise arise raise and arouse. thank you. bye.